يبدو أن الذكاء الاصطناعي قد أصابها جنون. نعم، كما أقول لكم، التحديثات مستمرة وتقريبا كل يوم. في هذا الفيديو سوف نتعلم كيفية تحويل الصور الاعتيادية والبسيطة إلى صور 3D ومتحركة. نعم، تابع الفيديو حتى النهاية حتى تتعلم الطريقة. لكن قبل أن نبدأ، أرجو منك متابعة القناة وعمل لايك للفيديو وترك تعليق بسيط. هيا لنبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم آدم من مختبر التقنية العربية للذكاء الاصطناعي، واليوم جئت لكم بشيء جديد كما عودتكم. أنا معكم في جميع تحديثات الذكاء الاصطناعي. كما تلاحظون الآن انطلق شيء جديد إلى الساحة، يمكنك عمل فيديو متحرك بصورة تقوم بوضعها، أي صورة تقوم بوضعها يجعلها صورة ثلاثية الأبعاد بفيديو متحرك. المتطلبات، يجب أن تأتي إلى هنا، سوف تضغط على الرابط الذي وضعته لك في وصف الفيديو، ثم تقوم بتحميل هذا الموديل وهو SD3D U Safe Tensor. سوف تقوم بالضغط هنا ثم تقوم بحفظ الملف. لكن أين تقوم بحفظ الملف؟ سوف تأتي إلى ملف الكونفي UI، ومن ثم تأتي إلى Models، ثم تأتي إلى Checkpoints، تضغط على Checkpoints، ثم تقوم بحفظ الملف هنا. أي يجب عليك حفظ هذا الملف داخل هذا المكان وهو Confi UI Models Checkpoints. ثم سوف نعود إلى Confi UI. كما تلاحظ أنا قمت بعمل Workflow خاص لك، سوف أقوم بحفظه الآن. سيف، وسوف أسميه 3D Arabic Tech. هذا الملف سوف يكون محفوظ لكم، أي أن فقط متابعي القناة ممكنهم أن يراسلوننا على صفحة الفيسبوك، وأنا سوف أقوم بإرسال هذا الملف لهم. مثلا أنت عندما تقوم بفتح الكونفي UI لك سوف يظهر بهذه الطريقة كما تلاحظ، لا شيء غير Workflow اعتيادي. أنت ماذا سوف تقوم؟ سوف تقوم بسحب هذا الملف الذي سوف أرسله لك وتضعه هنا، وأوبا، أصبح الورك فلو لك جاهز للعمل. ماذا سوف تقوم أنت؟ سوف تقوم بوضع صورة هنا فقط، وثم تضغط كيو برومت، سوف تظهر لك النتيجة هنا بهذه البساطة. ولكن قبل ذلك يجب عليك أن تضغط على مانجر لكي تحضر نفسك لاستخدام هذا الورك فلو. سوف تضغط على مانجر وتقوم باختيار انستول كاستم نود، ثم سوف تبحث عن نود معينة وهي هذه النود كونفي UI KJ Nodes. تضغط هنا وتقوم بتثبيتها، أنا قمت بتثبيتها مسبقا. وكذلك يجب عليك تنصيب كاستم نود أخرى وهي كونفي UI Frame Interpolation، وكذلك تبحث عنها، بعد أن تجدها تضغط على Install، أنا قمت بتثبيتها مسبقا. وبعد أن يكتمل تثبيت الكاستم نود هاتان الاثنان سوف تأتي إلى هنا وتضغط على Restart. بعد ذلك يجب عليك عمل Update All، أي أنه سوف يقوم بتحديث جميع الكاستم نودز الموجودة لديك. بعد ذلك أنا أفضل أنك تقوم بإغلاق هذه الكوماند ويندو وإعادة تشغيل الكونفي UI مرة أخرى، أو أنك لو أحببت طريقة أخرى فقط تقوم بسحب الكاستم نود وتضعه هنا. سوف تلاحظ أن بعض النود تكون باللون الأحمر، أي أنها غير منصبة، مثلا هذه النود، هذه النود، هذه النود، تجدها غير منصبة. ماذا تفعل؟ تضغط على مانجر ثم تختار Install Missing Custom Nodes، حيث أنه سوف يظهر لك الكاستم نودز التي تحتاجها لإكمال عمل هذا الورك فلو، بذلك تكون جاهزا للعمل. أنا قمت بعمل بعض الصور، مثلا قمت بعمل بعض الصور عن طريق Forge UI. سوف أتي إلى النتائج Text to Image اليوم. نعم، قمت بعمل بعض الصور، هذه الصور سوف نستخدمها اليوم لتجربة هذا الورك فلو. مثلا سوف أستخدم صورة الإسعاف هذه، ما عليك سوى أن تضع الصورة هنا وبعد ذلك تضغط Cue Prompt. سوف أضغط على Cue Prompt الآن. كما تلاحظون أن الورك فلو جاهز للعمل، ليس عليك فقط أن تضع الصورة هنا وبعد ذلك تضغط كيو برومت بهذه البساطة. وهذه النتيجة، قمنا بوضع صورة لسيارة إسعاف فقط وحصلنا على سيارة 3D متحركة، حيث أنه قام بإكمال شكل السيارة من كل الجهات، وهذه النتيجة بضغطة كليك واحدة حصلنا على هذه النتيجة. والآن سوف أجرب صورة أخرى، سوف أقوم بوضع صورة هذه القطة هنا وأضغط كيو برومت، وهذه هي النتيجة، حيث أننا قمنا بوضع صورة القطة فقط وحصلنا على فيديو ثلاثي الأبعاد لهذه القطة
من كل الاتجاهات. الموضوع أصبح خطيرا، لا أعرف ما هو القادم. والآن سوف أضع صورة أخرى، مثلا سوف أقوم بوضع سبايدر مان هنا وأضغط كيو برومت، فلنرى النتيجة لسبايدر مان. والفيديو لسبايدر مان قادم الآن. واو، النتيجة جميلة جدا. كما تلاحظون قمت بوضع صورة لسبايدر مان فقط، قام بتحويلها إلى فيديو 3D متحرك لسبايدر مان. النتيجة جميلة جدا، ويبدو أن الذكاء الاصطناعي أصابه الجنون وأصبح يعطينا نتائج غير متوقعة تماما. لكن الآن كيف سوف تقوم بحفظ هذا الفيديو؟ يجب أن تأتي إلى موقع EasyGIF، وهذا هو الموقع easygif.com. سوف تأتي إلى WebP، وسبب أن الفيديو الذي ينتج لديك هو بامتداد WebP وليس MP4 وليس GIF. سوف تأتي إلى easygif.com، تقوم برفع فيديو الWebP الذي حصلنا عليه. سوف تضغط على الرفع، ثم تذهب إلى ملف الConfUI لديك، هذا هو ملف الConfUI. تذهب إلى Outputs، تقوم بفتحه، ثم سوف تجد جميع الصور الذي قام بإنشائها لعمل هذا الفيديو. سوف تأتي مثلا، قمنا بعمل هذه سيارة الإسعاف، سوف تأتي إلى آخر واحد أو آخر ملف، تضغط عليه، تضغط على Properties، ثم تتأكد أن هذا هو ملف الويب بي، هذا هو الملف ويب بي، حيث سوف تلاحظ أن باقي الملفات سوف تكون بامتداد PNG. نحن لا نحتاج PNG، نحن نحتاج آخر ملف وهو ملف الويب بي، تمام؟ تقوم بتحميل هذا ملف الويب بي إلى موقع easygif.com. بعد ذلك سوف تختار إذا أردت تحويله إلى MP4 سوف تضغط هنا، إذا أردت تحويل الفيديو إلى GIF سوف تضغط إلى هنا، أنا أحتاجه بصورة GIF. سوف أقوم باختيار ملف الويب بي الذي حصلنا عليه، تضغط OK ثم تعمل Upload، وكما تلاحظون ملف الويب بي الآن لدينا. سوف تقوم بالضغط على Convert to GIF، والآن قد تم تحويله إلى GIF. تضغط على Save لحفظ الملف. بعد أن قمت أنا بحفظ الملف سوف أذهب إلى كانفا، وسوف أقوم برفع هذا الملف لأنني أريد عمل افتتاحية للفيديو بهذه الطريقة. سوف أسحب الصورة إلى هنا، وكما تلاحظون أنا الآن أحضر لكم بداية الفيديو هنا في كانفا. سوف أعود إلى easygif.com وأعمل Refresh، وسوف أقوم برفع الفيديو الآخر، وهذا هو ملف الويب بي. سوف أتأكد الآن Properties، هذا هو ملف الويب بي، سوف أقوم برفعه Upload، والآن ضغطت Convert to GIF، ثم سوف أقوم بالحفظ وأعود إلى كانفا لجلب هذا الجيف الذي حصلنا عليه بهذه الطريقة. تلاحظون كم هي جميلة النتائج، حيث أننا استطعنا عمل فيديو 3D وبكل سهولة من خلال فقط وضع صورة اعتيادية. وسوف يكون هذا الورك فلو جاهز لديكم، فقط كل ما عليك هو سحب الملف الذي سوف أرسله لكم من هنا، تقوم بسحبه ووضعه في هذا المكان داخل ConfUI، وسوف يكون كل شيء جاهز. ما عليك سوى الضغط هنا واختيار الصورة التي تريد وضعها، وبعد ذلك تضغط على Q Prompt وتحصل على النتيجة خلال أقل من دقيقة واحدة. إذا أعجبتكم المعلومات في هذا الفيديو أرجو منكم متابعة القناة وعمل لايك للفيديو وترك تعليق بسيط. نلتقيكم في حلقة أخرى، إلى اللقاء.